كأس العالم يفوز بليونيل ميسي، من أمتعنا كثيرا استمتع أخيرا. تعاطف مليارات من شعوب العالم مع ليونيل ميسي، أسطورة كل العصور يفوز أخيرا بكأس العالم، والمقارنة الساذجة بينه وبين أساطير سابقين وحاليا مشروطة بفوزه بالكأس الذهبية اتحسمت خلاص. الأرجنتين بطلة لكأس العالم بفضل ميسي أولا وأخيرا، ومعه بعض اللاعبين العاديين ومدرب. اليوم كانت الأرجنتين أفضل في كل شيء، ولولا كيليان مبابي لكانت مباراة من طرف واحد. ميسي اليوم اعتلى تاريخ كرة القدم، أصبح أهم الأساطير على الإطلاق، وبصراحة كده ما كانش محتاج كأس العالم علشان يثبت ده. عشنا معاه أو عشنا كلنا أفضل مونديال على الإطلاق، وعشنا أسعد نهاية ممكنة.